سادات والسادة الحضور، يعتبر هذا الملتقى هو الأول من نوعه لبنك التنمية الجديد في دولة عضو في مجموعة بريكس بلس، وهو ما يؤشر إلى توجه هام وجديد نحو تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة بين دول بريكس بلس من ناحية ودول الأسواق الناشئة والنامية من جانب آخر. ننتقل الآن مع حضراتكم إلى كلمة معالي وزيرة التعاون الدولي معالي الوزيرة رانيا المشاط لتلقي كلمة عن هذا الدور، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، السيدة ديلما رسوف رئيس بنك التنمية الجديد، الدكتور محمد معيط محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد وزير المالية، معالي السادة الوزراء أعضاء مجلس سي النواب والشيوخ، السيدات والسادة السفراء وممثلي شركاء التنمية والجهات الوطنية، الحضور الكريم، يطيب لي الترحيب بحضراتكم في ملتقى بنك التنمية الجديد الذي تشرف وزارة التعاون الدولي بتنظيمه مع البنك، ويعتبر هذا الملتقى الأول الذي يعقد خارج الدول المؤسسة للبنك، كما أنه يعد تكليلاً لجهود حثيثة بدأت منذ أكثر من عام عندما شاركت مصر في اجتماع مجلس محافظي البنك في شنغهاي بعد قبول عضويتها رسمياً عام 2023، حيث تم وضع اللبنة الأولى لهذا الملتقى الذي يعقد تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد دعم سيادته لجهود توطيد العلاقات الاقتصادية مع بنك التنمية الجديد وتجمع بريكس. كما أود أن أتوجه بجزيل الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تشريفه بالحضور ودعمه المتواصل للعلاقات مع شركاء التنمية. ينعقد هذا الملتقى في توقيت بالغ الأهمية، حيث يأتي بعد الزيارة الرئاسية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية الصين الشعبية خلال الشهر الماضي، وكذلك مشاركة مصر في القمة الكورية الأفريقية والاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية في مصر واجتماعات مؤسسة التمويل الدولية التي استضافتها القاهرة، كما أنه يأتي قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، ليعكس التعددية التي تتميز بها سياسة مصر الخارجية وتنوع العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية. إن الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الاستثنائية التي تواجهها اقتصاديات الدول النامية والناشئة التي تعاني جراء الأزمات العالمية المتلاحقة، وكذلك عدم قدرة المنظومة الحالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف على الوفاء بطموحات تلك الدول، تعزز من أهمية انعقاد هذا الملتقى لفتح آفاق جديدة للتعاون الإنمائي الفعال. ولا شك أن هذا الملتقى يمثل فرصة سانحة للخروج بأفكار تساهم في صياغة رؤية بنك التنمية الجديد في إطار مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل التوسع في التعامل بالعملات الوطنية أو زيادة استخدام آليات مبادلة الديون لمواجهة تغير المناخ وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى التمويلات الميسرة. السيدات والسادة، لقد حرصنا أثناء الإعداد للملتقى أن تعكس فعالياته الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والفرص المتاحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعريف مجتمع الأعمال في مصر بما يتيحه البنك من أدوات وآليات تمويلية مختلفة ومبتكرة تعزز من فرص تمويل التنمية في مصر. لذلك ستجدون تنوعاً كبيراً في الجلسات والموضوعات المطروحة للنقاش، تعكس مركز مصر الإقليمي والدولي ودورها كممر للتجارة العالمية ومركز لوجستي محوري، وأيضاً خطط التنمية في مصر، حيث تمثل الشراكة مع بنك التنمية الجديد دافعاً كبيراً لإنجاز تلك الاستراتيجيات. ولم تغفل أيضاً أهمية دور البنك في تشجيع التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي. إلى جانب ذلك، فإن الملتقى يحظى بتنوع كبير في المشاركة من مختلف الأطراف المعنية والمتحدثين. وتأكيداً على أهمية التوثيق وإثراء موضوعات النقاش خلال الملتقى، سيشهد الملتقى صدور تقريرين، الأول عن مصر ودول البريكس فرص واعدة الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقرير الشراكات الدولية لدعم التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي الصادر عن وزارة التعاون الدولي حول الخطوات والجهود التي تمت لتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب بين دول الجنوب. الحضور الكريم، لقد دبعت بحرص شديد ترأس بنك التنمية الجديد لاجتماع رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، والذي عقد على هامش اجتماعات الربيع في إبريل 2023 بواشنطن،
وفي هذا الإطار أؤكد اتفاقنا التام مع ما ذكرته السيدة دلما رسوف في كلماتها الافتتاحية حول الحاجة الملحة إلى تطوير عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة متطلبات التنمية، وأهمية دعم آليات التعاون والتنسيق بين تلك البنوك بما يعظم من الجهود المبذولة لمواجهة التحديات. وفي هذا الصدد فإن بنك التنمية الجديد يمكن أن يقوم بدور كبير لكي يحمل صوت الجنوب إلى باقي شركاء التنمية الدوليين. إن الدول الناشئة تعقد طموحات كبيرة على الشراكة مع بنك التنمية الجديد لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، خصوصاً مع تزامن الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو مسارات تنمية منخفضة الانبعاثات وارتفاع الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالمياً والتي تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول 2030، والحاجة الملحة إلى التمويل العادل والتكنولوجيا. وفي هذا الصدد فإن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية خلال مؤتمر المناخ COP27 تعد تطبيقاً عملياً لمبادئ التمويل العادل، وتمثل نموذجاً فعالاً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خصوصاً على صعيد القارة الأفريقية، كما أنها تعتبر نموذجاً قابلاً للتكرار في دول الجنوب، وأيضاً كونها منصة تمثل انعكاساً لحرص مصر على تعزيز العلاقات الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي. السيدات والسادة، يمثل انضمام مصر وعدد كبير من الاقتصاديات الناشئة للبنك تطوراً إيجابياً ليس فقط على القدرات التمويلية للبنك، بل سيعمل على دعم وتوسيع البنك لعملياته في دول الجنوب لا سيما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ضوء الموقع الاستراتيجي والحضور المتميز التي تتمتع به مصر في تلك المنطقة، فإن مصر تسعى للقيام بلعب دور محوري لتكامل الجهود بين البنك ودول المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وفي إطار حرص مصر على أن تتميز فترة رئاستها للنيباد حتى عام 2025 تعزيز التعاون البيني بين الدول الإفريقية، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل الخبرات بين دول القارة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات. وختاماً أؤكد وأود التأكيد على أن المجالات التنموية ذات الأولوية لبنك التنمية الجديد، والتي تتمثل في الطاقة النظيفة، النقل المستدام، المياه، البنية التحتية، الصحة، التعليم، تكنولوجيا المعلومات، كلها تتقاطع وتتكامل مع رؤية مصر 2030 ومع مبادرتي الحزام والطريق والتنمية العالمية التي أطلقتهما الصين، وقد شرفت بالتوقيع على مذكرة تفاهم انضمام مصر لمبادرة التنمية العالمية في يوليو 2023، وهو ما يمثل فرصة مناسبة للتباحث حول آليات تدشين وتعزيز شراكات تنموية بين مصر وكل من بنك التنمية الجديد والجانب الصيني وكذلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتنفيذ عدد من المشروعات بتمويلات تنموية ميسرة بالإضافة إلى نقل الخبرات. وأنني أتطلع أن يسفر الملتقى عن نتائج مثمرة ويمهد لشراكات بناءة في مختلف المجالات بين البنك والقطاعين العام والخاص بما يدفع معدلات النمو والاستثمار. ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر للسيدة دلما رسوف رئيسة بنك التنمية الجديد على ترحيبها ودعمها لانعقاد فعاليات هذا الملتقى وتشرفها بشخصها، وهو ما يؤكد إيمانها بفرص الشراكة والتعاون المثمرة بين البنك وجمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا. شكراً معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر المناوب لدى البنك، واسمحي لنا أن نتوجه لسيادتك بالشكر وأيضاً لفريق العمل بالوزارة على تنظيم هذا الحدث الهام.